النهارده برضو كان الكابتن محمود الخطيب استقبل احد نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي. طبعا جيل ذهبي كل اجيال النادي الاهلي من 1907 وحتى الان كلها اجيال ذهبيه، ولكن الجيل الذهبي اللي قبل الاخير الحقيقه النجم فلافيو اللي استقبله الكابتن محمود الخطيب بنفسه الحقيقه النهارده، وكان متواجد وحرص على ان هو يكون متواجد موجود معاه ونادر شوقي طبعا والمهندس عادل القيعي. نادر شوقي يعني هو الايجنت بتاع فلافيو وجيلبرتو هنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كان من الواضح ان في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب للمهندس عدلي وبقيه اعضاء لجنه او شركه الكره. كلم الكابتن خطيب مع فلافيو واهدى له درع النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. وفلافيو واحد من النجوم الكبار جدا جدا اللي موجودين في النادي الاهلي او اللي جم ولعبوا في النادي الاهلي لمده 4 أو 5 سنوات، ولكن كان له عطاء كبير جدا جدا لكل الجيل اللي يعني اللي شاف فلافيو. فلافيو جاب دوري وجاب اعتقد جاب كاس للنادي الاهلي كتير، كؤوس كتيره ودوريات كتيره، وايضا جاب بطولات افريقيه كثيره للنادي الاهلي. فلافيو كان في اول ما جه فلافيو تقريبا قعد سنه تقريبا ما بيسجلش اهداف، مش سنه 7 8 شهور ما بيسجلش اهداف، وكان عليه هجوم شديد جدا جدا. ولكن احنا كلاعبين كان عندنا قناعه كبيره جدا بفلافيو لانه كان بيتمرن معانا، يعني لما بتعمل اوفر كان فلافيو بيجيبه جون الحقيقه يعني، فكان عندنا قناعه كبيره جدا بهذا الرجل او بهذا اللاعب في الوقت ده. طبعا احنا عندنا قناعه دي مش مهم، ولكن مانويل جوزيه كان عنده قناعه كبيره جدا جدا بامادو فلافيو. فلافيو اول هدف احرزه ازاي لو حضراتكم فاكرين؟ عماد النحاس في مباراه للمحله بيلعب فاول طويله، فلافيو قعد يبص لفوق كده وبيلف، نزلت على دماغه او على يعني ظهره من ورا كده ودماغه دخل الجول. ومنذ هذه اللحظه زي ما حضراتكم شايفين يعني مش عايز اقول لحضراتكم منه، يعني بعد اللحظه بتاعت مباراه المحله وبترول اسيوط اعتقد او على ما اتذكر المحله الاول، وبعد كده بصوا حضراتكم جاب اهداف غريبه جدا. وكان طبعا الثنائي اللي معاه في ذلك الوقت هو جيلبرتو ففلافيو واحد من اللاعبين الكبار اللي الجيل اللي اتفرج على ابو تريكا وبركات وجمعه وشادي واحمد السيد وشوقي وكل الناس اللي موجودين في ذلك الوقت هيبقى عارف كويس جدا جدا هذا النجم امادو فلافيو. كان دماغه دي ذريه الحقيقه، دماغه ذريه وما بيعرفش يتكلم غير برتغالي بس، هو كان عنده مشكله ان هو ما كانش بيعرف يتكلم غير برتغالي. النهارده النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب استقبلوا فلافيو وكرموه على الفتره اللي كان متواجد فيها نادي الاهلي.